choix de la Saint-Étienne qui était directement l'Agadir. يعني واحد لا كرياتيفيتي نستخدم لي اللهم بارك بدل واحد المجهود كبير جوزة جبارة باش يشقوا هاد الطريق هادي كيما كتشوفوا اللي باختصار الطبيعة القاسية صراحة الناس كيستحقوا الاحترام والتقدير لهم كل شيء شتي هاد لابونت قنطرة قنطرة هادي بونت هادي ايوا اسيف يعني انا باش ما تمشيش لهم شتي اجي باش ما نمشيش لهم دابا الطريق هادي داروا لي هاد بناوه بحال هكدا يعني كرياتيفيتي يا مسكين اللهم بارك سمعكم اخوان جينا اليوم ان شاء الله باش ندير واحد الزياره تفقد ديال المخازن الجماعيه ديال اكادير غير ويز اللي كتواجد هاد المنطقه الجماليه هادي كما كتشاهدوا كذلك هنا بزاف ديال الغرف اللي كدير بعدا كتستعمل في تخزين ديال الحبوب وديال المجوهرات بزاف ديال الحوايج هادي كما كتشاهدو هنا كاين الداخل تما هنا هاد النوافذ ديالو كان عندو واحد الدور كبير ديال الحراسة من قطع الطرق ومتطفلين ومن الأعمال ديال السرقة والنهب إطلالة بارون عليكيا كما كتشاهدو هنا كذلك هنا هاد الإطلالات هادو على النواحي ولكن ما كتشاهدو كاين كذلك هاد الغرف هادي الغريب من الأمر هو السيستيم أو النظام باش قدو هاد الأقفال هادي كما كتشاهدو الأقفال اللي هي خشبية عندها واحد الطريقة عجيبة لتوصل للعقل ديال الإنسان آنذاك كذلك هنا شوفو هذه كانت بمثابة آنية اللي كانوا كتحط فيها الحبوب وكانوا كيتم السحق ليهم باش الحصول على الدقيق كذلك خليكم تشاهدوا كذلك هاد النوافذ كما قلنا خاصة بالحراسة هنا كذلك بزاف ديال الغرف اللي عندها كاين عندها ضوء كذلك هنا دابا ما نكملوش غادي نحاولو نجيو نطلعو مع هاد الأبراج هادو باش كيما كتشاهدو الأشياء خليكم تشوفو
كذلك. هذه إطلالة جميلة رائعة للأعلى. هنا كما كتشاهدوا غنكون عندو دور وحيد اللي كاين اللي غيكون هنا هو الدور ديال الحراسة، نظرا مكاينش غرف هنا اللي غيتخزن فيهم شي حاجة. هادو هنا غيكون دار الحراسة اللي نحمي الصخر ديال الجبل من الفوق. غادي نكملو المسار ديالنا. بزاف ديال الغرف، غرفة أخرى هنا اللي نشوفو هنا تشكل هاد المنطقة. حتى هي كتشبه الغرف الأخرى هنا كذلك نفس الشيء. بزاف بزاف ديال الغرف اللي تخزن غرف هنا. بالنسبة لهاد لي كالوني هادو كما كتلاحظو بالتعداد ديال هاد الغرف هادي ديال التخزين، كان العائلة كل عائلة كتاخد واحد المنطقة ديال التخزين اللي هي غرفة، و كتوضع فيها القمح ديالها و المجوهرات و إلى غير ذلك من الأشياء الثمينة، و كتقفلها بواحد القفل اللي هو معدني، و كتسلم القفل للحارس و الحراس ديال المنطقة. الحارس كذلك كيقوم بالتسجيل ديال المعطيات ديال الشخص. نشوف هنا غرفة كذلك هنا غرفة هنا هنا كتشاهدو تما واحد آنية. باش نقربوكم الصورة بزاف، كما كتلاحظو هنا كتواجد هاد الأخشاب هادي اللي هي كاسوكوك، بلاتي نقربوكم باش نصورو. هاد الأخشاب هادي اللي كيتم الكتابة عليها الأسماء ديال الأشخاص اللي كتقوم بالوضع ديال ديك الأشياء الثمينة ديالهم من حبوب أو من مجوهرات إلى غير ذلك. كيتم الكتابة ديال الأسماء ديال دوك الأشخاص و الشيء الذي تم تخزينه، وكتبقى هاد الأعواد هادي مخزنة لدى الحراس حتى كأداة إثبات بأن الشخص راه خلى ذاك الشيء موضع ديال الحفظ اللي كما كتعرفو هاد الحصون هادو دارو باش تحفظ فيهم الأشياء ديال الأشخاص الثمينة، وكذلك مصدر الرزق، كذلك من الأعمال ديال النشل والأعمال ديال السرقة والأعمال ديال والغرباء اللي كيترابطو بالقبائل. كما كتشاهدو صراحة تغيير الكلمات إبداع إنساني اللي يقل نظيره على مستوى وطني، وصراحة الأطلس الصغير كيصفر المؤهلات اللي هي عندها مورود ثقافي وجداني، مورود أنتروبولوجي جيولوجي إلى غيره. صراحة واحد الكنز اللي كيخص يكون عنده الإشعاع على المستوى الوطني ولما لا على المستوى الدولي. نعاودو نشوفو
مرحلة أخيرة. هنا كذلك كتوجد الغرف هي كثيرة صراحة الأشياء اللي كتعتبر آخر من تعتبر آخر مرحلة صراحة كما كتشاهدوا هذا الجبل هذا يعني مناظر جميلة مناظر خلابة إرث ديال اللي خص يتحمى من اليونيسكو صراحة تعزز الكلمات على وصف هذا الإرث الحضاري اللي عنده واحد الدور كبير واحد المكانة في القلوب ديال الساكنة واللي يعتبر بمثابة واحد وصية اللي خصنا نحافظوا عليها وصية ديال الأجداد اللي قاموا بالخلق ديال هاد الجبال هادي وصنعوا من هاد الإبداع الإنساني اللي يقلوا نناظروا على مستوى العالم إن لم نقل على مستوى الوطن. إلى ذلك الحين أستودعكم الله من المخازن الجماعية لغير روز. أسألكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.